السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه نوع من أنواع الباستا أو المكرونة النباتية، يعني اللي هحط لحمة ولا دجاج فيها. هي مستوحاة شوية من ديب أمريكي مشهور بالسبانخ والخرشوف، لكن هنحط بقى معاي مكرونة. أنا هستخدم هنا الفوتوتشيني، طبعا استخدمي أي نوع أنت بتحبيه. هنبتدي بقى مع بعض المقادير. أول حاجة محتاجينها من نص لتلات أرباع كوب سبانخ مفرزة او طازة، وانتي تتبليها على النار عادي زي ما بنعملها للفطاير. هنحتاج كمان من 3 لـ4 قطع خرشوف حسب الكمية اللي هتعمليها، طبعا نضيفهم مجهزينه. كمان هنحتاج جبنة كريمي اي نوع عندك، جبنة موتزاريلا، ولو في كمان جبنة برمجان بتبقى حلوة قوي مع الوصفة دي. عايزين زيت، انا هستخدم هنا نباتي، ممكن تستخدمي زيت زيتون لو تحبي. وعايزه 2 فص ثوم، والتوابل ملح وفلفل اسود وشطه. كمان هستخدم كريمه او بشاميل، او تخلطي الاثنين مع بعض. يعني انا كان عندي بواقي بشاميل من صينيه مكرونه، فحطيت هنا عليها شويه كريمه. ممكن تزودي كمان حليب يعني براحتك. وكمان طبعا اخر حاجة هي المكرونة الفوتوتشيني او اي نوع مكرونة انت هتستخدميه في الوصفة دي. طبعا هنسلقها عادي. هنبتدي بقى الطريقة مع بعض على طول. اول حاجة ممكن تجيبي مقلاية كده عميقة او واك لو عندك، وهنبتدي بقى نشتغل فيها. اول حاجة هحط الزيت، وانا كمان مسخنة المقلاية شوية على النار. وكمان لو تحبي الصوص يبقى تقيل شويه، وخصوصا لو عندكيش بشاميل، ممكن تزودي معلقه دقيق وتشوحيها يعني. وبعدين هحط هنا فصين الثوم المفرومين، هنشوحه كده تشويحه سريعه طبعا عشان مش عايزينه يغمق قوي ويمرر في الوصفه دي. ممكن نحط بقى عليه الخرشوف على طول. الخرشوف طبعا قطعته حتت صغيره زي ما انت شايفه، هو انا جايباه هو مفرز ده. ممكن لو جايباه طازه انتي ومنضفاه ممكن تسلقيه نص سلقه. هنشوحه كده ونحط برضو معاه السبانخ في المرحله دي. انا كمان احتفظت بشويه من ميه سلق المكرونه، طبعا بتبقى عشان فيها نشا، فبرضو بتقل الصوص لو احتاج الصوص يعني. كده تشويحه يعني مش جامده قوي. الاكله دي ان شاء الله هتعجبك قوي، علشان يعني هي سريعه وكمان مغذيه بالمكونات بتاعتها. انا ضفت هنا البشاميل والكريمه اللي خلطاهم مع بعض. هقلب كده شويه، ولو احتاج بقى ازود حليب هزود. انا اعتقد انه هيحتاج شوية حليب عندي. انا هحط بس حاجة بسيطة كده من مية سلق المكرونة تزود الصوص وكمان تتقله شوية. هنضيف بقى التوابل، الملح والفلفل الاسود والشطة حسب طبعا بقى الكمية اللي تحبيها من شطة، لو انت بتحبيها حرقة شوية. والملح طبعا تاخدي بالك لو البشاميل عندك مملح ما تزوديش اول ملح. هنحط برضو الجبنة الكريمي علشان تسيح مع الصوص يعني. كده خلاص تقريبا الجبنة الكريمي ساحت مع الصوص طبعا من حرارة الصوص. هزود برضو شوية من الجبنة الموزاريلا كده في الصوص، ممكن احتفظ بحبة بقى للتزيين يعني. كده سيبها بس تتسبك حاجة بسيطة جدا، ولو احتاجت حليب انا هحط لها شوية صغيرين. وبعدين نرجع بقى نضيف عليها المكرونة. كده الصوص بتاعي خلاص يتسبك وجاهز، انا زودت شوية حليب بس عليه.
هنبتدي بقى نضيف عليه الفوتاتشيني بتاعنا. انا طبعا سلقته وجهزته زي ما انت شايفة. طبعا ممكن سباكيتي او اي نوع حتى من اشكال المكرونة اللي انت بتحبيها، بس حاولي يعني ما تسلقهاش للاخر خالص، ممكن تكون الدنت مثلا علشان طبعا هي لسه هتشرب من الصوص شوية. في المرحلة بقى دي بعد ما تشرب الصوص انت ممكن تقدميها على طول مباشرة على طبق التقديم بالشكل ده. ممكن كمان لو تحبي تحطيها في صينية وتدخليها الفرن برضو بتبقى طعمها حلو، وتحطي مثلا عليها جبنة موزاريلا او طبعا اي نوع من الاجبنة انت بتحبيها برضو بتبقى ظريفة. يعني انا هعملها المرة دي في الفرن وانت طبعا حسب بقى رغبتك كده. هنسيبها بس حاجة بسيطة تشرب بس الصوص بتاعها. انا حضرت هنا صينية بايركس دهنتها بالزبدة او بالشكل ده عشان المكرونة طبعا ما تلزقش فيها، وهبتدي بقى احط المكرونة بتاعتي فيها. طبعا زي ما قلتلك دي خطوة براحتك، عايزة تعمليها او عايزة تقدمي المكرونة على طول براحتك. انا عايزاكي تجربي الوصفة دي وتقوليلي ايه رأيك، ان شاء الله هتعجبك جدا. وكمان ميزتها انها ممكن تستغلي فيها بواقي الاكل، يعني انا السبانخ عندي كان بواقي من فطاير عندي، الفرشوف برضو، وطبعا البشاميل، يعني المكونات كلها سهلة موجودة ممكن تكون من بواقي الحاجات اللي عندنا. وكمان استخدام جديد للخرشوف، احنا دايما نحشيه بالجبنة واللحمة المفرومة وكده ونحطها في الفرن، احنا كده طريقة جديدة يعني. انا هحط شوية جبنة موتزاريلا على الوش، وطبعا بسخني الفرن بقى على 180 درجة. هي طبعا مش هتاخد وقت، هي تعتبر طبعا مستوية، يعني ممكن بس 10 دقايق بالكتير او حتى 5 دقايق حسب الفرن بتاعك، مجرد بس الجبنة تسيح والوش يحمر شوية ويبقى كده خلاص الطبق بتاعنا جاهز. هدخلها بقى الفرن ونرجع نشوف هنقدمها ازاي. انا اللي صينية المكرونة بتاعتي طلعت من الفرن زي ما انت شايفة، شكلها حلو جدا والصوص ان شاء الله هيعجبك جدا. يا رب تجربي الوصفة دي وتعجبك وتقولي لي بقى ايه رأيك في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، وريت ما تنسونيش من لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.